إذن رح نحكي عن الشمس انتقالها لبرج القوس بعد بكرة الخميس 21/11، وبعدها رح ننتقل للزهرة رح ننتقل لبرج الجدي يوم 25/11 أي يوم الاثنين القادم. إذن الشمس رح تروح لبرج القوس يوم 21/11، حضرها لحتى 21/12 ظهرا. خلال هذا الشهر رح يكون في تغييرات على الأبراج، خلينا نشوفهم. نبلش بمولود الحمل. وجود الشمس بالقوس بدعمك بأمورك الدراسية على ناحية الناحية الجامعية، إذا كنت طالب جامعي فممكن تكون نتائجك جيدة. أيضا مولود الحمل ممكن بدك شوي تنتبه بقراراتك بقيادتك للسيارة خلال هذا الشهر، ممكن يكون في عندك سفر للمتعة خلال هذا الشهر أيضا. أما بالنسبة لمولود التور فرح تخلص من هم كبير كان سبب الشمس بالعقرب من 23/10 لليوم، فب 21/11 رح تتغير الأمور لصالحك ويكون الشهر بين 21/11 ل 21/12 شهر جيد داعم لإلك لكافة أمورك ومبادراتك وأيضا لحل مشاكلك على مختلف الجبهات. منروح لمولود الجوزاء. هو أصعب شهر عندك بالسنة يا مولود الجوزاء بين 21/11 ل 21/12. وجود الشمس ببرج القوس غير مريح لإلك، بوجه لإلك التوتر والأجواء الغير مريحة، فحاول تدير بالك على قراراتك وحاول تدير بالك على نفسيتك، ما تخليها ترجع لورا لأنه هذا بيزيد المشاكل عندك. مولود الجوزاء أنت تعد أقل الأبراج حظاً أثناء تواجد الشمس ببرج القوس، فدير بالك على حالك على صحتك وعلى كافة قراراتك. منروح لمولود السرطان. شهر جيد لك يا مولود السرطان، أنك بدك تدير بالك على صحتك ولكن وضعك يعد جيد خصوصاً للأعمال للمبادرات للقرارات العملية. إذا في عندك امتحان أو مقابلة عملية فممكن تمشي زي ما أنت بدك بين 21/11 ل 21/12، فحاول تستغل هاي الفترة كثير منيح لأن طلتك ووجودك والكاريزما اللي تتحلى فيها راح تكون عالية يا مولود السرطان. منروح لمولود الأسد. هو الشهر المميز لإلك يا مولود الأسد بين 21/11 ل 21/12، بتطلع من مشاكل بشكل سريع جدا. الحظ بدعمك بكل خطوة يا مولود الأسد، حاول تستغل الفترة بين 21/11 ل 21/12 لتعمل أي شيء بدك إياه. كثير منكم ممكن يخططوا لسفر، منكم كثير راح يكون في عندهم الكثير من الأمور الإيجابية والداعمة لهم خصوصا على الناحية الشخصية والعملية كمان بنقدر نحكي، بس هو شهر جيد وداعم لك بشكل كثير كبير. منروح لمولود العذراء. هو شهر غريب نوعا ما لك يا مولود العذراء، فيه كثير تخبطات لك وفي كثير تغييرات وأحداث بين 21/11 ل 21/12. الأمر أو الشمس ببرج القوس أسف بتخلي أمورك العائلية تتصدر اهتمامك البيت لأولوية خاصة للبيت، بدك تدير بالك على صحتك يا مولود العذراء، إنها رح تكون في تراجع خلال هاي الفترة ولكن في تغييرات قد تكون مفاجئة لك وقد تكون جيدة من نوع آخر. مولود الميزان. وضعك جيد بعد السبات العميق اللي كان بوجود الشمس ببرج العقرب، تغيرت الأمور أو رح تتغير الأمور بين 21/11 و21/12، تكون ناجح أكثر بعمالك بدراستك، رح تكون حرك أكثر وفي عندك الكثير من المواعيد والمسؤوليات لإنجازها، ولكن بشكل عام رح يكون وضعك تمام وأخبارك إن شاء الله حلوة. كمان مواليد الميزان ممكن يكونوا على سفر أيضا خلال هاي الفترة. أما بالنسبة لمولود برج العقرب فوجود الشمس ببرج القوس بيت المال بدعمك ببعض الأموال يا مولود العقرب، ولكن بكون كسلك كثير عالي، ممكن تكون هيك شوي ملان كئيب خلال هذا الشهر لأنه ما في أي شيء حمسك، بالإضافة أنك زهقت خلاص وصلت آخر السنة وبطل في نشاط عندك، فحاول تدير بالك على شغلك هذا أهم شيء وأنك ما تخلي الكآبة تسيطر عليك. منروح لمولود القوس اللي الشمس رح تكون عنده بعد شهر عصيب متوتر ما حس فيه بتأثيرات المشتري، ولكن من 21/11 الشمس عندك يا مولود القوس بدك تستغل صراحة أول 5 أيام من 21 ل 25 رح يكون عندك المشتري الزهرة وأيضا الشمس، فهذه الفترة هي رح تكون الأفضل لإلك يا مولود برج القوس، حاول تستغلها كثير منيح. أما باقي الشهر رح يكون جيد، رح يكون في بعض الدعم من الفلك لإلك لبعض المبادرات والقرارات المهمة، في عندك طاقة حلوة وشعبية عالية
بين الناس حواليك. اما مولود الجدي فبدنا نحكي له انه دير بالك، هذا الشهر صعب يا لك يا مولود الجدي، زحل عندك، وايضا الشمس رح تكون ببرج القوس، يعني مش شهر كثير داعم لك لتعمل اي مبادره او اي قرار. كابل سيطر على صحتك، ممكن تكون متراجعه، ولكن هذا ل 11/12 لان كلام ثاني طبعا الاسبوع القادم، لانه المشتري هيدخل عندك، فحاول تدير بالك. مش راح يعطي دعم شوي لمواليد 22 و23 و12، ولكن بالمجمل هذا الشهر القادم شوي متعب لإلك وفيه بعض التراجع. نروح لمولود الدلو، شهر جيد بعد الشهر القاتم اللي مر عليك بوجود الشمس بالعقرب، ترتاح أمورك وتلاقي وقت لأمورك العاطفية والاجتماعية، بيكون هذا مركز اهتمامك، تستغل الشهر كثير منيح لتعدل أمورك على كافة المجالات يا مولود برج الدلو بين 21/11 و21/12، وحاول تستغل الأمور العاطفية لأنك هتكون رومانسي على غير العادة. أخيرا بنروح لمولود الحوت اللي هو رح يكون وضعه شوي متوتر على الناحية العملية، بدك تدير بالك الشهر رح تواجه فيه بعض المشاكل، حياتك الاجتماعية رح تكون مملة نوعا ما يا مولود الحوت، فبدك تدير بالك كثير منيح على وضعك العملي، هذا أهم شيء. الأمور يعني الاجتماعية عادي تتعدل بأي يوم ثاني، بس هو شهر متعب بالنسبة لك وطويل جدا، فحاول انك تنتبه عليه. ولكن خلينا نحكي انه من 21 و25/11 عندك فرصه عمليه مهمه على نطاق العمل يا مولود الحوت.